صوت عالمنا الجليل واستاذنا نعم واضع واضح، الصوت. أهلا وسهلا الحمد فيك لله دكتور عبد الدائم، نورت الجروب. بارك معاكم الله الدكتور عبد الدائم الكحيل، عالم الباحث الكبير في علم الإعجاز العلمي القرآن الكريم، الذي كان سببا في هداية لا أقول العشرات بل المئات والآلاف من الناس، وهو أكثر الناس الآن يعني خدمة لكتاب الله في عصر نتحدى فيه الملحدين وغير والمتشككين بإعجاز القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالدكتور من أكبر الجنود في هذا المجال، سخرهم الله له. أسأل الله أن يبارك له في علمه وأهله وإيمانه وذريته، اللهم أمين، وأن ينفع به الأمة ويطيل عمره حتى يعطينا الكثير والكثير. مرحب بك آمين. دكتور كحيل في هذا اللقاء. بارك الله بكم وجزاكم كل خير، ونسأل الله الإخلاص والقبول. أمين يا رب، أمين يا رب الإخلاص. العالمين، آمين. هذه المجموعة دكتورنا الغالي مجموعة من لا أقول الطلبة، إنما هم علماء اجتازوا ثلاث دورات، هذه الثالثة في علم تأويل الرؤى من المنظور الشرعي والمنظور الديني. منهم التخصص أطباء نفسيين، منهم ناس عاملة دكتوراه، منهم حافظين لكتاب الله كاملا، منهم ناس رجال أعمال وبزنس وومن من أعلى المستويات، وفينا خمس أو ست جنسيات، السعودية والكويت ومن الأردن وفلسطين ومن سوريا معانا ما شاء الله، وكذلك من الإمارات. فكوكبة رائعة يعتمد عليها في هذا العلم، ونتلقى جلسة روحية يوميا لمدة 10 أيام، ساعتين المحاضرة. الله ما شاء الله. لأنه حتى الآن العلم الحديث لا يعترف بموضوع علم الغيب، نقول نحن كعلم حديث. نعم نعم. العلم الحديث قائم على التجربة. نعم. والعلم الحديث ينكر شيء مهم جدا وهو الروح، ينكر الروح. بما أنه أنكر الروح، معنى ذلك لن يصل إلى تأويل الأحلام والرؤى، لأن هذه الأحلام والرؤى تقع ضمن علم، حسب اجتهادي طبعا الشخصي، علم الغيب وعلم الروح. نعم. وبالتالي فإن يعني يمكن أن أعطيك تشبيه لعلم الأحلام، كيف يقع الحلم بغض النظر أنه وقع في الماضي أو في المستقبل. جميل. كيف الإنسان أن يرى شيء معين مثلا ثم يقع بعد مثلا 40 سنة، مثل حلم سيدنا يوسف، وأنت ما شاء الله يعني فضلت ما شاء الله عليك دكتور، علمنا في 400 حلقة ما شاء الله ما شاء الله. فدعني أحلل، وهذا اجتهاد شخصي على فكرة، أنا أول مرة أتكلم به يعني. بالضبط. نعم. فأنا إذا أردت أن أتحدث بشكل علمي ومنطقي سأقول ما يلي. سيدنا يوسف عندما رأى حدثا سوف يتحقق بعد 40 عاما مثلا، طبعا هناك خلاف يعني في المدة، ولكن لنقول بعد سنوات، ما الذي حدث؟ كيف رأى هذا الشيء، رأى الكواكب ورأى هذه الرموز لشيء سوف يتحقق؟ هذا واحد. الشيء الثاني، الملك أيضا رأى رؤيا مدتها 15 سنة، 7+7+1، تمام؟ ما الذي يحدث في الدماغ وما الذي يحدث علميا؟ هناك شيء اسمه الروح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. وكلمة الروح في القرآن تأتي دائما بمعنى الأمر الإلهي، يعني مثلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ينزل الملائكة بالروح من أمره، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. طيب ما علاقة الروح بالأحلام؟ الروح أنا سميتها ذات مرة هي نظام تشغيل عالمي للبشر والأحياء، نظام تشغيل عالمي. يعني أنا مثلا عندما أقول إن الله نفخ في سيدنا آدم من روحه، فهذا يعني أن علم الله موجود في هذه الروح، وأمر الله موجود، وهي التي تشغل خلايا الجسم والقلب والدماغ، وهذه التكنولوجيا المتطورة والهائلة في الإنسان، دماغه فيه 100 مليار خلية الدماغ، كيف تشتغل كلها؟
يعني هذه أسئلة العلماء الآن عاجزون عنها تماماً، ولكن القرآن أعطانا مفاتيح. فنحن إذا اقتنعنا أن هناك شيء اسمه الروح، هذه الروح هي نظام التشغيل، فيها كل المعادلات الرقمية وفيها الأحداث التي ستقع أيضا في المستقبل أو في الماضي. سأقول كيف. العلماء اليوم يستطيعون التنبؤ بكسوف الشمس. ما الذي حدث في الماضي؟ كان هذا ضربا من ضروب الغيب، علم الغيب لا يعلمه إلا الله. الله تعالى سمح للعباد أو للبشر أن يصلوا إلى مجموعة من المعادلات الرقمية تتعلق بحجم الأرض وحجم الشمس وحجم القمر وسرعة كل منهما والمسافة بينهم والسرعة المدارية وغير ذلك من معادلات، مجموعة معادلات معقدة يستطيعون من خلالها أن يقول لك في يوم كذا الساعة كذا سيحدث كسوف كلي، سيكون في منطقة كذا، في منطقة كذا سيكون كسوف جزئي بنسبة 50%، في منطقة كذا بنسبة. طيب ما الذي حدث؟ هي معادلات رقمية. هذه المعادلات الرقمية تقوم بها الروح، روح الإنسان. فعندما ينام الإنسان ما الذي يحدث؟ الله تعالى يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الأجل ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذن النفس تغادر، ما الذي يبقى في الإنسان؟ تبقى الروح موجودة لا تغادر إلا في لحظة الموت. هذه الروح لديها حسابات الله، لأن الله سماها أمر الله. أمر الله ما معنى أمر الله؟ قضاء. أمر الله يعني قضاء وعلم، فيه علم وفيه علم الغيب أيضا. هذه الروح تستطيع بأمر الله تعالى وبحكمة من الله ولحكمة يعلمها الله أن تقوم بحسابات معينة، فتعرف أنه بعد 20 سنة سيصبح مثلا سيدنا يوسف ملكا لمصر، فتقوم هذه الروح بحساب هذه المعادلات و نوع من الانعكاس في الدماغ، تحدث انعكاسات في الدماغ في خلايا الدماغ، ولكن بما أن الدماغ لا يستطيع أن يتخيل ويتصور ويقوم بهذه الحسابات، تستخدم الروح لغة الرموز، فتعطيه رمز معين. يعني مثلا 11 كوكب هم الإخوة، ولكن وضعت الرقم 11، الرقم 11 هنا أشار إلى عدد الإخوة، الشمس والقمر أشار إلى الأب والأم. هنا هذا العلم لا يمكن أن يصل له العلماء مهما حاولوا، لأنه علم يتعلق بأمر الله تعالى. لذلك أنا أقول كل إنسان لديه شيء من علم التأويل الرؤى والأحلام والأحاديث، مثل الدكتور أشرف حفظه الله، هذا اختصاص واجتباء واصطفاء من الله تبارك وتعالى. هذا ليس كلامي، كلام الله عز وجل. عندما قال سيدنا يعقوب مخاطما ابنه ماذا قال له؟ وكذلك يجتبيك ربك أي يختارك ويصطفيك ويعلمك من تأويل الأحاديث. فتأويل الأحاديث هو علم يمكن تدريسه كعلم، ولكن القدرة على التأويل هذه يجب أن يكون لديك اتصال روحي مع الخالق عز وجل، لأن روحك هي التي تعمل أثناء التفسير. يعني الدكتور أشرف حفظه الله لديه يعني هذا الحدث، وهذه يعني أنا فسر لي ذات مرة رؤيا يعني وأبكاني فعلا يعني. وهي سيرتك يا دكتور جاءت أمس عشان بيسألون يقولون لي ما فسرت للدكتور كحيل رؤيا، قلت لهم والله فسرت لكني لا أتذكرها. فسبحان الله، تفضل دكتور شو الرؤيا؟ نعم، فأنا الرؤيا وهذه أول مرة أقصها يعني على الملأ كما يقال، يعني لا يعلمها إلا الدكتور أشرف الله يكرمك. يعني قبل يعني هذا الكلام كنت صغيرا طبعا، يعني 10 سنوات أو هكذا، ولكن هذه الرؤيا سبحان الله بقيت في دماغي حتى الله أكبر الدكتور أشرف، يعني الله أكبر. تقريبا بعد 42 سنة،
بقيت في دماغي 42 سنة ما شاء الله. فرأيت وأنا الآن سأعيد الحلم وهو سيفسره كما فسره لي في المرة الأولى. قلت له رأيت نفسي على مكان مرتفع وأن الشمس أمامي تنكسف ولكنها أخفض مني في نقطة أخفض مني يعني. وبدأت أتحدث يعني لماذا تنكسف الشمس يعني وأنا أقف أمامها ولكن أنا في مكان مرتفع وهي في مكان منخفض. فهو طبعا بالفراسة التي أعطاه الله إياها قال لي إن دائما النور يعني العلم أو غالبا في بعض يعني النور العلم يعني كما يقال العلم نور. فباعتبار أن نور الشمس تضيء الناس ينتفعون بالشمس. وسخر لكم الشمس والقمر، كلمة سخر أي كلفه عملا بلا أجر. فالشمس تقدم لنا خدمات مجانية. فعندما يعني تكسف هذه الشمس وأنت تظهر، هذا كلامه طبعا، فكأنك سوف ينتفع الناس بك كما كانوا ينتفعون بهذه الشمس، وستوصل لهم معلومات سيحتاج لها الكثير، سيهتدي بها الكثير إن شاء الله، نسأل الله القبول. فهذا التفسير الحقيقة يعني لامس روحي قبل القلب، قبل قلبي يعني. أزيدك يا دكتور، أزيدك، أسبق تحديثك، جاءني الآن إلهام صغير لهذه الرؤية لأنها سردت للمرة الثانية. وكأن الرؤية تقول الشمس هي أنوار العلم، وقد تعبر الشمس هنا عن مجموع الناس اللي بينقلوا العلم للبشر. وانت عندك في المنام كسفت الشمس، يعني خفت ضوءها، صح ولا لا؟ خفت ضوءها وأنت ترى نفسك أعلى منها في المنام. كأن الرؤية تقول لك سيأتي عليك وقت يا عبدي يا دكتور كحيل يخفت فيه نور العلم عند الكثيرين، يتراجع الكثيرون على سبيل المثال عن علم الإعجاز العلمي والحديث عن الإعجاز العلمي، وتغلق فيه أبواب ويتراجع فيه علماء، تظهر أنت فيه أعلى من تلك الشمس وتعيد لهذا العلم أنواره مرة أخرى. الله أعلم. يا سيدي والله أنا جلدي يقشعر عندما أسمع. أشتعل عليك يا دكتور. أصغر نفسي، أصغر أنا الحقيقة لا أفعل شيء. ما شاء الله عليك يا دكتور. سأقول لك خاطرة بسيطة. كيف يأتيني هذا العلم الإعجاز العلمي؟ أنا أقول لك لا أبذل أي جهد على فكرة. الله أكبر. قبل يومين كنت أتأمل في سورة يوسف. الصلاة والسلام. أول مرة ورد اسم يوسف أين في سورة يوسف؟ إذ قال أيوة. يوسف لأبي، صح؟ أيوة أيوة. واسم يوسف كم مرة تكرر في سورة يوسف؟ حوالي 7 مرات. 25 مرة. ما شاء الله. 25 مرة بالضبط. جميل. الآن أنا وضعت هذه الآية وكنت قبيل الصبح أتأمل، فقلت في نفسي، قلت يوسف يقول 11 كوكبا. طيب 11 كوكبا، هل يمكن أن يكون عدد حروفها 11؟ أنا أتساءل هكذا يعني بيني وبين نفسي. بعد هذه العبارة 11 3 10 3 6 كوكبا 11. إذن عبارة 11 كوكبا ركبها الله من 11 حرف. الله أكبر. حلو. طيب أنا قلت لا، هذه مصادفة غير معقول يعني أنه تتوقع شيء ووقته. سبحان الله. الله أكبر. أوكي. طيب العبارة الأولى التي قبلها التي ذكر فيها اسم يوسف، هل يمكن أن تكون عدد حروفها 25 حرفا؟ أنا أتساءل هكذا والله يعني، لا 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 أتصنع يعني، أنا أتساءل إنه عبارة إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت، هذه العبارة هل يمكن أن يكون عدد حروفها 25 حرفا بعدد مرات ذكر اسم يوسف في سورة يوسف وهي أول مرة يذكر فيها يوسف؟ إذ 2 قالت 3 5
خمسة يوسف 4-9 تمام، لي أبيه 14، يا أبتي. طبعا الياء ليس عليها ألف، لو كتبت بالألف لاختل هذا النظام على فكرة. يا الله، القرآن مكتوب يا أبتي 3 أحرف فقط، ما فيش ألف. نعم. يا أبتي إني 3-21 إني واضح الصوت. الصوت عندي أنا واضح الصوت دكتور، الصوت راح. أستاذ منال صوتك واضح. واضح. واضح أنا واضح. إذن إني 21 حرفا. الآن رأيت، رأيت 25 حرف. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 25 حرف. 11 كوكبا 11 حرف. طيب، والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قلت هل يعقل أن تكون هذه أيضا 25 حرف؟ عددتها وإذا هي 25 حرف. الله أكبر. يعني أنا عندي 11 كوكبا هنا، هنا 11 حرف، وقبلها 25 وبعدها 25. عجيب. قلت طيب، طيب نحن نعلم أن الشمس والقمر هي دليل على الأشهر، عدد الأشهر يعني. سأعد حروف الشمس والقمر، عدد تعد معي، و الشمس 6 والقمر 12 بعدد أشهر السنة. إذن عبارة لا إله إلا الله. الشمس والقمر 12 حرفا بعدد شهور السنة. طيب، رأيتهم لي ساجدين، قلت يجب أن يكون فيها شيء. فعندما عددت حروف رأيتهم، رأيتهم 6 لي 2-8 صح؟ ساجدين، كلمة ساجدين كتبت من دون ألف، لاحظة سا ما فيش ألف، جي دين 13 حرف. طيب قلت لماذا 13؟ ثم رجعت للآية، الذين سجدوا ليوسف كم عددهم؟ 11 مع الأب والأم 13. يا الله 13. رأيتهم لي ساجدين 13 حرف. يعني هذا الأمر، هذه المعجزة أنا أقول لك خلال 3 دقائق اكتشفتها من القرآن، سبحان الله، بإلهام من الله. فقلت والله والله يعني هذا الكتاب العظيم فيه من العجائب وفيه من الخير وفيه من الإثباتات العلمية ما يعجز الدماغ البشري عن استيعابه حتى. فلذلك تصديقا لكلامك، يعني أنه في فترة الآن للأسف الآن موضوع الإعجاز العلمي قل، يعني قليل 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 جدا ممن يبحث في هذا العلم كما تفضلت. وأن خلال هذه الفترة أتفاجأ أحيانا أنشر فيديو يصل ل20-30 مليون إنسان، كيف يصل لا أعلم والله. يعني أنا ليس لدي لا دعاية ولا لدي أي نوع من أنواع، يعني أتركه هكذا لله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى. آمين. آخر سؤال حتى نطلع عليك دكتور، أخونا محمد الخيلي عنده سؤال نختم به إن شاء الله بالحلقة. تفضل أستاذ محمد. دكتور السلام عليك. دكتور وعليكم السلام. وعليكم السلام. يا أهلا وسهلا. عندي سؤال في الإعجاز العلمي عن التين والزيتون. نعم. هل نعم. في إعجاز يعني علمي أو بحث عن التين، يعني خلطة مع الزيتون، هل لي فيه فائدة للإنسان طبية أو يعني عملت بحث عن هالموضوع؟ والله سأقول لك، هو أنا آخر دراسة قرأتها عن زيت الزيتون أنهم في المختبر استطاعوا قتل خلايا سرطانية بزيت الزيتون خلال نصف ساعة. آلية عمل زيت الزيتون أن فيه مواد تدفع الخلية السرطانية للانتحار، تجعلها تنتحر لا تتكاثر. بالنسبة للتين، يعني هذا العنصر من التين فيه من يعني هو منجع من الفوائد، لم يكتشف العلماء كل أسراره، ولكن مبدئيا أقول لك هو من أقوى ما يسمى بأوميغا 3 أو هذه المواد التي يحتاجها الجسم، التي تسمى مضادات الأكسدة، موجودة بشكل كبير في التين.
فهذا المزيج التين والزيتون للأسف أنا لم أعثر على دراسة مشتركة لهذين تأثيرهما معا، ولكن هناك دراسة قام بها باحث إسرائيلي أنا تحدثت عنها. سبحان الله. وأكدت أنه أخذها من القرآن، أنا جزمت بذلك لأنه غير معقول هذه المصادفة. هذا الباحث في مركز أبحاث حيفا قام بعمل بحث ونشر على المستوى العالمي، اكتشف أقوى تركيبة لعلاج أمراض القلب، وهو يسميها كذلك أقوى تركيبة لعلاج أمراض القلب. أولا تأكل حبات من الفاكهة، ثم كأس من ثم حبات من التمر وكأس من الرمان، عصير الرمان، ثلاث حبات من التمر مع شيء من الفاكهة وكأس من عصير الرمان، حتى إنه رتبها بهذا الشكل يعني. فقلت غير معقول، هذا أكيد قرأ قوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان، فاكهة ما شاء الله. ما هو أغرب ما مر عليك في علم الروح؟ يعني الروح، إيش أغرب شيء مر عليك في العلم؟ يعني والله الروح. أغرب هو ما يسمى التخاطر، التخاطر. نعم نعم. خاطر هذا العلم الحقيقة يعني غريب، وأنا عملت ساعة ونصف عن التخاطر، سأرسلها للدكتور أشرف وهو يرسلها لكم لأنه مهمة يعني. أنا وبدأت جزء أول وكنت أنوي أن أكمل، ولكن وجدت نفسي أنني أغادر لإعجاز العلمي وأدخل في عالم الأرواح، فلم أريد أن أتعمق كثيرا. طب إذا خدنا معك دكتور ثلاث أربع محاضرات وتكون وقت محدد، ووقتك ان شاء الله دكتور برضو يعني اقصد ايه، انت تعطي بلا 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 يعني بلا حدود، ولكن وقتك كمحاضر نريد اخذ من وقتك، وان شاء الله نخصص ومحاضره لهؤلاء المجموعه ان شاء الله محاضرتين ثلاثه كما ترى، ناخذ معك علم التخاطر، ويكون ايضا كطلبه العلم الاستاذ له حقه في يعني. انا اعلم الدكتور كحيل على فكره يا جماعه كل عمله بالمجان، كل عام، لكن ان شاء الله تعالى دكتور عندي اخر سؤال مهم دكتور اشرف، تقاتلوا عليك يا دكتور، اتفضل. والله سؤال مهم، الله لفت انتباهي فيه دكتور اشرف وحاب اسالك فيه والله يا دكتور. نعم الله يعافيك يا دكتور، يعطيك العافيه دكتور. ما هو الاعجاز العلمي الذي تراه من وراء عندما بشر الملائكه بشرت سيدنا زكريا باصلاح زوجه والانجاب؟ هل هناك اعجاز علمي يعني؟ سبحان كان الله يعني. سنها كبير تقصد سام؟ والله نعم. أنا سأقول هناك حالات في الطب حتى الآن يعني، هناك يعني امرأة كبيرة لا أذكر كم عمرها منذ فترة يعني، أنا كنت أنوي أن أقوم ببحث حول هذا الموضوع، امرأة كبيرة استطاعت أن تنجب بعد سن اليأس، فكيف؟ أنا قرأت هذا البحث قريبا يعني، وهناك في الطب حالات نادرة. أما موضوع ما يمكن أن نأخذه كإعجاز روحي ونفسي موجود، أما علميا يجب أن يكون هناك بحث علمي، لا يوجد دراسات علمية عن موضوع الإنجاب في الكبر. أما في قصة سيدنا زكريا عليه السلام، أنا أقول دائما لمن حرم الولد وتأخر في إنجاب أن يدعو بدعاء سيدنا زكريا. نعم. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فهذا الدعاء ربما هذا الدعاء ربما ماذا يفعل؟ نحن نعلم أن سبب أمراض العقم هو سبب غالبا يكون نفسي، يعني هناك حالة نفسية، أحيانا حتى المرأة بحالة نفسية يتأخر إنجابها سنوات، والعمل هو نفسي فقط، المانع هو مانع نفسي. فهذه الآيات على ما يبدو والله أعلم تعيد برمجة الدماغ، لأن يعني القرآن فيه قوة شفائية، أنا يمكن أن أسميها قوة شفائية تعيد برمجة الدماغ، فيعطي هذا الدماغ أمر إلى المبيض وإلى الأجهزة الخاصة بالتناسل يعطيها أمر لكي تصلح عملها، لأنه يكون هناك عطل معين في منطقة مثل السيارة يعني، احيانا تدخل قطعه غبار او كذا تسد مجرى
مثلا الهواء فالسيارة لا تقلع لا تستطيع الإقلاع، ويكون هناك طبقة صغيرة من الكربون أو من الفحم أو من الغبار. هنا الجسم أحيانا يحدث فيه عطل معين نتيجة شيء معين، فقراءة بعض الأدعية يعيد برمجة الدماغ فيعطي هذا الأمر فيصلح الجسم ذاته. وطبعا هذا موضوع طويل، أنا لا أريد أن أطيل لأننا سندخل في محاضرة أخرى. ما تقصر يا دكتور. دكتور تسلم والله يا دكتور. شكرا سهام، أنت فتحت مجال يا سهام، نشكرك على سؤالك لعالمنا الجليل، فتحت مجال لدراسة الآن جديدة وهي هل الكبر كيف تكون كبيرة في السن علميا وتنجب. فبإذن الله جزاك الله خير دكتور عبد الدايم الكحيل عالمنا الجليل وباحثنا الجليل، بارك الله فيكم وأراكم إن شاء الله قريبا بإذن الله. أراكم قريبا دكتور إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألف سلامة دكتور. ألف سلامة.